السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة يا جماعة بإذن الله مادة الهندسة البيئية. إن شاء الله النهاردة هندخل في الشابتر التاني اللي هو Design of Intake Structure. تمام، زي ما انهينا كده المرة اللي فاتت الشرح وعرفنا إن إحنا المادة بتاعتنا بتتكون من جزئين، جزء بيهتم بمية الشرب، جزء بيهتم بمية الصرف. اتفقنا إن الجزء اللي بيهتم بمية الشرب مكون من ثلاث إيه؟ مكون من ثلاث حاجات، اللي هي أعمال الإمداد بالمية أو الـ Water Supply Works. بتتكون من ثلاث مراحل. أول مرحلة هي عملية التجميع الـ Collection، وبعد كده الـ Purification، وبعد كده عملية الـ إيه؟ الـ Distribution. وقلنا إن الثلاث حاجات دول بيخدموا على مشروع واحد اسمه إيه؟ اسمه محطة تنقية مية الشرب أو الـ Water Treatment Plant. لو جينا النهاردة كده نشرح محطة المية عبارة عن ايه؟ جينا كده خدنا بلان لمحطة المية وبصينا عليها من فوق عشان نعرف كده احنا هندرس ايه وايه العمليات اللي بتمر بيها المية لحد ما توصل لنا عشان الايه؟ عشان الشرب. في البداية خالص ده السورس بتاعه او مصدر المية اللي انا باخد منه، سواء كان ترعة او نهر النيل، ايا كان السورس اللي انا باخد منه المية. انا محتاج اسحب منه كمية مية، بس عايز اسحب كمية المية دي بأمان بدون مضر لا بالملاحة ولا بالحياة البحرية اللي موجودة في الايه؟ في المجرى المائي. فعشان كده لازم اعمل منشأ او عمل صناعي بسميه الانتيك ستراكشر، منشأ المأخذ. المنشأ ده كل مهمته ان هو يجمع لي كمية المية اللي انا عايزها بأمان ودون ما يضر ايه؟ الملاحة او الحياة البحرية اللي موجودة في مجرى الماء. بعد كده المفروض ان المية اللي خدها الانتيك ده او المأخذ يوديها لي الاول خزان في المحطة. اول خزان في المحطة عندنا اسمه خزان الخلط السريع او الرابيد ميكسينج تانك او الفلاش ميكسينج تانك. طيب هل منسوب الخزان ده يا جماعة هو نفسه منسوب المصدر؟ لا. فبالتالي انا محتاج ايه؟ بامب او طرمبات او مضخات، الهدف منها ان هي ترفع لي الميه اللي انا سحبتها من منسوب المجرى المائي اللي انا سحبت منه لحد منسوب خزان الخلط اللي انا ايه؟ اللي انا رايح له عشان ابدا عمليه المعالجه جوه المحطه. فبالتالي انا هنا احتجت ان انا اجيب ايه؟ بامبات، وبما ان اللي انا برفعها دي ميه عكره لسه ما اتنقتش فبسميها طرمبات الميه العكره. ولها مسمى تاني بنسميها برضو طرمبات الضغط المنخفض. ليه ضغط منخفض؟ لان هي بترفع ضغط قليل، يعني فرق الضغط ما بين هنا وهنا تقريبا 5 6 متر، فرق المنسوب ما بين المجرى المائي وما بين الايه؟ الخزان. فعشان هي بترفع منسوب صغير فبسميها طرمبات الضغط المنخفض او اللو ليفت بامب. طيب اي بامب يا جماعه لازم تكون بتسحب من خزان، ما ينفعش اخلي البامب تسحب من المجرى المائي على طول، لا لازم البامب تكون وراها ايه؟ خزان او بياره. انا ضامن دايما ان البياره دي مليانه بحيث ان البمبات دايما بتكون بتسحب من خزان مليان، ما يحصلش اي مشاكل، الميه تقطع، ما اقدرش اسحب في مشكله، لا انا كده كده ضامن ان الايه؟ ان البمبات بتسحب من ايه؟ من خزان وراها. ودايما الخزان اللي ورا البمب بنسميه سامب، وبياخد نفس اسم البمب، يعني لو دي اسمها لو ليفت بمب يبقى دي برده اسمها لو ليفت ايه؟ سامب، بياره الميه العكره او بياره الضغط المنخفض. تمام، يبقى انا عندي انتيك ستراكشر، منشا المأخذ، وبعدين البياره، وبعد كده الايه؟ البمبات. الثلاث مراحل دول كده دول عمليه الايه؟ الكوليكشن وورك. احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث حاجات، اولهم هو الكوليكشن. اعمال الكوليكشن بتتكون من ايه؟ من الانتيك ستراكشر والبياره والايه؟ والبمبات. يبقى انا كده خلصت عمليه التجميع، جاهز بقى ان انا ادخل في عمليه الايه؟ التنقيه او المعالجه. تمام؟ تبدا بعد كده الميه يضخها او المضخات دي تضخها تروح لخزان الايه؟ الخلط السريع. قبل ما توصل لخزان الخلط السريع ببدا احقنها بشويه كيماويات. تمام، ففي هنا عندي مرحله اسمها كيميكال فيدنج. ايه الكيماويات اللي انا بحقنها؟ انا بحقن نوعين من الكيماويات. اول نوع ماده معقمه وغالبا بتبقى الكلور، وبما ان الكلور له جرعتين زي ما هنعرف بعد شويه، جرعه احطها دلوقتي وجرعه احطها بعدين، فعشان كده سميت ده كلور ايه؟ ابتدائي. ايه الهدف من الكلور ده؟ الهدف من الكلور ده ان انا اخفف الحمل البكتيري قدر الامكان اللي داخل على الخزانات، وان انا اقلل نمو الطحالب جوه الايه؟ جوه خزانات المحطه بتاعتي اثناء مراحل المعالجه. طيب ايه تاني غير الكلور في الكيميكال فيدنج؟ بحط كمان ماده مروبه. ايه الماده المروبه دي؟ احنا يا جماعه مشكلتنا في الميه حاجه اسمها سسبندد سوليد، مواد صلبه معلقه جوه الميه لا بتطفو ولا بتترسب وصغيره الحجم. طب انا اعمل فيها ايه؟ الناس قالوا ايه؟ نجيب ماده بنسميها ماده مروبه، الماده دي بتبدا تتفاعل مع الملوثات اللي حواليها، تبدا الملوثات دي تتكتل حوالين الماده المروبه فيتقل وزنها فتبتدي تترسب. تمام، دي الفكره كده ببساطه. فعشان كده انا بضيف ماده اسمها الماده المروبه. من اشهر المواد المروبه هي عمليه او ماده الايه؟ الشبه. يبقى انا في الكيميكال فيدنج بضيف شبه وكلور ابتدائي، وعرفنا كل واحد بضيفه ليه. بعد كده الميه تبتدي تدخل على خزان الخلط
السريع. الهدف من خزان الخلط السريع انا لسه حاطط كيميكال في الميه محتاج ان انا اعمل لها انتشار في جميع انحاء الميه، فده هدف خزان الخلط السريع، ان هو يخلط الميه في ايه مع المواد الكيميائيه اللي انا لسه حاططها جوه الميه. الميه هنا تقريبا بتقعد دقيقه مثلا، تمام. بعد كده ادخل على خزان الخلط السريع او خزان الخلط البطيء سوري، اللي هو الفلوكيوليشن تانك او خزان الترويب. ايه الهدف من الخزان ده؟ انا في خزان الخلط السريع خلاص انا نشرت الكيماويات جوه كل انحاء الايه الميه. الكيماويات دي عايزه تتفاعل، في تفاعلات لازم هتحصل. التفاعلات دي تقريبا بتقعد نص ساعه مثلا، ومش هتحصل اثناء الخلط السريع، لا دي محتاجه الخلط يكون ايه بطيء. فعشان كده رحت لخزان الخلط البطيء، الميه هتقعد فيه من 20 ل 40 دقيقه. الهدف هنا ان انا اتم التفاعل ما بين الكيماويات وما بين الميه بتاعتي. بعد ما خلاص تم التفاعل بتتكون حاجه اسمها الندف او الفلاكس. ايه الفلاكس دي؟ احنا قلنا من شويه ان الملوثات هتبدا تتجمع حوالين الماده المروبه، لما بيتكتلوا على بعض كده الماده المكونه دي اسمها الايه؟ الفلاكس او الندف. الندف دي بقى محتاجه تترسب خلاص، هي بقت حاجه تقلت الحجم، لو سبتها شويه هتبدا تترسب، بس مش هينفع تترسب والتقليب شغال. فعشان كده بطلع على خزان تاني اسمه خزان الترسيب او السيديمنتيشن تانك، الميه بتقعد فيه من 2 ل 4 ساعات. الهدف هنا ان انا اسيب الفلاكس دي تبدا تترسب. يبقى في خزان الترسيب ده معظم الحاجات تقلت الحجم بتترسب لتحت، الحاجات خفيفه الحجم بتطفو لفوق، تبدا الميه اللي بعد كده اللي ما بينهم تبقى ميه ايه؟ ميه رايقه. فابدا اقشط السطح بتاع السيدمنتيشن تانك عشان لو في اي حاجه طفت على السطح، وابدا برضو اشيل الرواسب من اسفل السيدمنتيشن تانك، والميه تطلع لي هنا جاهزه للايه؟ للمرحله اللي بعدها. مفهوم؟ يبقى انا كده خلصت مرحله الايه؟ الترسيب. بعد مرحله الترسيب الميه كده تقريبا انا شلت منها 90% من السسبندد سوليد، بس لسه فاضل 10% من السسبندد سوليد، لسه فاضل البكتيريا او الفيروسات، لسه فاضل اللون او الطعم او الريحه. الحاجات دي كلها مين المرحله الرئيسيه اللي بتشيلها؟ المرحله اللي جايه اللي بتسميها مرحله الترشيح، تمام، الفلتريشن تانك او خزانات الترشيح. عندنا نوعين من خزانات الترشيح هندرسهم، مرشح الرملي السريع والمرشح الرملي البطيء، وهنعرف بعد كده يعني ايه مرشح رملي ويعني ايه الرمل هو اللي بيرشح. الكلام ده هنشرحه بعد كده بالايه بالتفصيل ان شاء الله. المهم ان احنا نبقى عارفين ان احنا عندنا رابيد ساند فلتر وسلو ساند فلتر. طبعا المحطه اللي قدامكم دي شغاله بنظام الايه الرابيد ساند فلتر. دي كده بالنسبه لمرحله الترشيح. يبقى بعد مرحله الترشيح يبقى خلاص الميه كده جاهزه للاستخدام، جاهزه انها تروح للايه للمستخدم. ببدا بقى احقنها بعمليه الكلور الايه الكلور النهائي. الكلور النهائي بقى ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه هنا هو التعقيم، ان انا احافظ على الميه بدون اي نوع من المواد العضويه او البكتيريا لحد ما توصل للايه للمستخدم. طيب الكلور هنا يا جماعه كمان بيوفر لي ميزه مهمه جدا، ان هو له حاجه اسمها ريزيدوال افكت. ليه الكلور مميز عن بقيه المواد المعقمه؟ يعني انا عندي مواد معقمه كتير جدا زي الالترا فويلت، اشعه فوق بنفسجيه، الاوزون. الكلور بيتميز عنهم بايه؟ بانه له حاجه اسمها اثر متبقي. يعني انا لو حطيت جرعه كلور في الميه مش كلها بتتفاعل، جزء بيتفاعل وجزء بيستنى معاك تحسبا لاي تلوث يحصل بعد كده في المواسير يبدا يتدخل ويبدا يعمل عمليه الايه التعقيم، تمام. يبقى مرحله او عمليه تنقيه الميه بتتكون من كام حاجه؟ بدايتنا كانت الكيميكال فيدنج، ثم خزان الخلط السريع رابيد ميكسنج تانك، وبعدين الفلوكيوليشن تانك او السلو ميكسنج تانك، وبعد كده السيدمنتيشن تانك خزان الترسيب، وبعد كده الفلتريشن، تمام، سواء رابيد ساند فلتر او سلو ساند فلتر، تمام. لحد هنا يبقى كده دي عمليه التنقيه. بعد عمليه التنقيه ابدا ادخل بقى في عمليه الايه الديستريبيوشن او عمليه التوزيع. هل دلوقتي اقدر اخد الميه من المرشحات بعد ما احط لها الكلور واديها على طول لليوزر او المستخدم؟ هنا كده ده المستخدم، دي الشبكه بتاعت الشوارع اللي فيها الايه البيوت اللي هتستهلك الميه. هل ينفع اخد الميه من المرشح اوديها على طول للشبكه بتاعت الديستريبيوشن؟ انا عندي هنا مشكلتين، انا لسه حاقن الميه بكلور، الكلور ده عايز له كونتاكت تايم او زمن اتصال عشان التفاعل بتاعه يتم، لان انت بتحط الكلور في صيغه غازيه مثلا، فالغاز ده لو دخل جسم الانسان لا هتحصل وفاه، لا لازم يحصل اي اسيبه مده عشان يبدا التفاعل ايه بتاعي يتم. المده دي تقريبا من 20 ل 30 دقيقه، تمام. دي اول مشكله. المشكله الثانيه، افرض حصل عندك كسر في المواسير اللي بتغذي اي خزان قبل كده، حصل كسر هنا مثلا في المنطقه دي ما بين الرابد وما بين الفلكيوليشن، كده الانتاج يقف. كده في الحاله دي الانتاج هيقف، فبالتالي المستخدم هو كمان هيقف. يبقى ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل جراوند ستورج او نعمل تخزين. التخزين ده ايه الهدف منه؟ بيحل لي المشكلتين. اول مشكله الميه بتقعد فيه فتره لحد ما الكلور يبدا يتفاعل،
تاني مشكلة انه بيحل لي زمن الطوارئ بتاع المحطة، بيوفر لي زمن طوارئ، لو حصل كسر او حصل اي مشكلة يبدأ ايه، يبدأ يتدخل ويغذي هو الناس بالمية لحد ما انا اخلص الايه الصيانة بتاعتي في المحطة. تمام، يبقى عشان كده عملنا عملية التخزين الارضي. بعد عملية التخزين ابدأ بقى اخد الايه المية اوديها للشبكات اللي في الشوارع. طبعا انا محتاج اضخ المياه في الشبكات بضغط كبير جدا، تمام، المفروض ان الضغط بتاعي يوصل لابعد نقطه في المدينه بضغط لا يقل عن 25 متر، على اعتبار ان في 10 متر فواخد في السكه، وان ابعد مبنى في المدينه بيرتفع ارتفاع كام؟ 5 ادوار اللي هم 15 ايه متر. طيب يبقى انا كده محتاج بم، لان اكيد المنسوب ده مش المنسوب ده، انا كمان مش عايز فرق مناسيب بس، ده انا عايز اعمل فرق مناسيب وكمان اعمل ضغط زياده، فمحتاج هنا بمبات، وبما ان هنا هرفع ضغط كبير فسميتها هاي ليفت بامب او طرمبات الضغط المرتفع، وبما ان الميه دي كمان ميه مرشحه يبقى سميتها برضو طرمبات الميه الايه المرشحه. تمام، وزي ما اتفقنا ان اي قبل اي بامب لازم يكون في ايه صمب زي الايه زي بياره الميه العكره كده زي ما قلنا المره اللي فاتت. لا هنا ممكن استغنى عن الايه عن الهاي ليفت صمب، لان البمبات هنا بتسحب على طول من الخزان الايه الارضي، يبقى الصمب ده ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود، مفيش مشكله. بعد كده ابدا اخد الميه من البمبات دي اوديها للايه للخزانات للشبكات اللي موجوده في الشوارع اللي بتغذي الايه اليوزرز او المستخدمين. طيب الشبكات دي بقى بتبقى متصله بحاجه اسمها الاليفيتد تانك او الخزانات العاليه، اكيد كلكم شفتوها وانتم ماشيين على الطريق، بيبقى خزان عالي كده موجود على جانب الايه على جانب الطريق، وغالبا بيبقى ارتفاعه كبير شويه مثلا 30 40 متر. طيب ايه الهدف من الخزان ده؟ انت دلوقتي زي ما اتفقنا الشابتر اللي فات ان نصيب كل فرد من الميه اسمه كيو سمول، صح، اللي هو الايه الكونسامبشن، كل واحد مثلا له 200 لتر ميه في اليوم، يبقى المحطه المفروض انها بتديك في اليوم مثلا 200 لتر ميه، بتديهم لك في قد ايه؟ المحطه مثلا بتشتغل 20 ساعه في اليوم، هل بقى هي هتقعد وراك كل ما تفتح الحنفيه تديك الجزء بتاعك من الميه؟ لا، هي كده كده بتديك ريت ثابت بتقسمه على عدد ساعات شغلها، يعني انت عندك لو في 200 لتر في اليوم هتديك كل ال 20 ساعه بتوعها هتديك كل ساعه منهم هتديك كام؟ 10 لتر، على اساس ان في نهايه ال 20 ساعه تكون اديتك ال 200 لتر بتوعها. انت بقى استهلاكك بريت ثابت؟ لا، انت ممكن بالليل تكون نايم مش محتاج الميه، طب الميه دي تروح فين؟ تترمي؟ لا، يبدا الخزانات العاليه دي تمتص الضغوط الزايده، تمتص الميه اللي ما استهلكهاش الناس. تمام؟ طب نيجي الصبح الساعه 2 الظهر وقت الذروه، انت مش عايز 10 بس اللي هم بتوعك، لا انت عايز 20، عايز 30، عايز كميه اكبر من المحطه بتنتجها لك في الساعه، مين يعوض الفرق ده؟ برضو الخزانات الايه؟ العاليه. يبقى الخزانات العاليه بتعمل ايكولايزيشن، بتبدا تمتص الضغوط الزايده وتعوض الضغوط الايه؟ الناقصه. ده كده بالنسبه للبلان بتاع محطه الميه. طبعا احنا كل حاجه من دول هندرسها بالتفصيل، وان شاء الله في نهايه الماده او في نهايه الجزء ده انت هتبقى قادر انك تصمم او تعمل هيدروليك ديزاين لكل ايه لكل جزء من الحاجات اللي احنا قلناها دي. تمام، ده كده اختصار الحاجات اللي احنا قلناها، قلنا الكوليكشن ورك بتتكون من المأخز وبياره الميه العكره والطرمبات، اعمال التنقيه بتتكون من الكيميكال فيدنج والرابيد ميكسينج تانك والسلو ميكسينج تانك، والتلاتة دول مع بعض بنسميهم عمليات الترويب او الفليكيوليشن بروسيس. بعد كده السيديمنتيشن تانك اللي هو خزان الترسيب او المروقات. اخر حاجه الفلتريشن يونتس او وحدات الترشيح، سواء وحدات رمليه سريعه او وحدات رمليه بطيئه. اخر حاجه عمليه الديستريبيوشن اللي بدايتها بتبقى الكلور النهائي او عمليه التعقيم ديسانفكشن، بعد كده الجراوند ستورج، الهاي ليفت بام، الديستريبيوشن نتورك، واخر حاجه الاليفيتد ستورج او الخزانات العاليه. وده الشرح بالتفصيل بتاع كل حاجه احنا قلناها من شويه، كل حاجه بتعمل ايه، الشرح اللي احنا قلناه على الايه على الرسمه من شويه. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا هتفيدنا من هنا ان شاء الله لحد ما نخلص المنهج بتاع الصحيه. زي ما انت كده كنت في الخرسانه، اهم حاجه عندك في البدايه اعرفك يعني ايه ديزاين كرايتيريا، يعني ايه لما اجي اقول لك صمم لي كاميرا تبقى عارف ايه الكرايتيريا اللي انت هتطلعها او ايه المطلوب منك تصممه في الكاميرا دي. تمام، اي كاميرا عندنا في الدنيا انا عارف ان انا مطلوب مني ويتس ودبس وتسليح. طيب الماسوره بقى، لما اجي اقول لك صمم لي او اعمل لي ديزاين لاي ماسوره، اي ماسوره عندي فيها اربع كميات رئيسيه. لو اللي قدامنا دي ماسوره بدايتها نقطه A ونهايتها نقطه B ولها طول اسمه L، اي ماسوره عندي ببدا اعرفها باربع حاجات. اول حاجه الكيو اللي هي كميه الميه اللي داخله للماسوره، ودي دايما بيبقى وحدتها متر مكعب بير ايه بير سكند. تمام،
اول حاجه الكيو، ودي دايما بيبقى وحدتها متر مكعب بير ايه بير سكند، ودي اللي هي كميه الميه اللي داخله جوه الماسوره. تاني حاجه الفي، سرعه الميه جوه الماسوره دي ماشيه بسرعه كام، ودي دايما وحدتها متر بير سكند. قطر الماسوره قد ايه الفاي، وده دايما بيبقى وحدته بالمتر، بس هو في السوق معروف بالملي. يعني لما اجي اطلع في الديزاين القطر مثلا 1 متر، ده في السوق معروف 1000 ملي، مفيش حاجه اسمها 1 متر. تمام، يبقى كده دول ثلاث كميات رئيسيه، الكيو التصرف، الفي السرعه، الفاي الايه القطر. خلينا الاول نتكلم في الثلاث كميات دول وبعدين نيجي للكميه الايه الرابعه. طيب الثلاث حاجات دول بصممهم بايه بقى؟ زي ما انت في الكاميرا كده كنت بتصمم الخرسانه يا اما بالفيرست برنسبل يا اما بالسي 1 جي، لا انا هنا هشتغل بايه؟ بقانون الاستمراريه، قانون الكونتينيوتي، اللي بيقول لي ايه؟ ان اي تصرف داخل لاي ماسوره بيساوي سرعه الميه جوه الماسوره دي في مساحه مقطع الماسوره. وبما ان الماسوره دائريه يبقى مساحه مقطعها باي فاي سكوير على الايه؟ على الاربعه. يبقى الكيو بتساوي الفي في الايه؟ في الاريا. يبقى ده القانون اللي جمع لي الثلاث كميات دول مع بعض، الفاي والكيو والايه؟ والفي. نيجي للكميه الرابعه والاخيره، الفواقد، اللوسس. ايه الفواقد؟ هو انا يا جماعه لو ضغطت الميه او كان ضغط الميه عند نقطه ايه؟ 20 متر. تمام؟ لو جيت قست ضغط الميه عند نقطه ايه لقيته 20 متر. هاجي عند نقطه بي بعد ما مشت الميه مسافه اسمها ال، هل هيبقى الضغط برضه 20 متر؟ لا، سي مثلا هيبقى 15. طب ال 5 متر دول راحوا فين؟ فواقد، لوسس. فواقد دي جت منين؟ في عندي نوعين من انواع الفواقد، في فواقد رئيسيه وفي فواقد ثانويه، فريكشن لوسس وماينور لوسس. فريكشن لوسس اللي هي الفواقد الرئيسيه اللي بتيجي من الاحتكاك. يعني ايه احتكاك؟ الميه وهي ماشيه في جسم الماسوره بتبدا جدار الماسوره يديها قوه عكس اتجاهها، فيقلل من طاقه الميه او يمتص من طاقه الميه نتيجه الايه؟ الاحتكاك. تمام؟ فده بيديني فاقد رئيسي في الايه؟ في الطاقه. الناحيه الثانيه عندي فواقد ثانويه بتيجي من حاجات كتير جدا، مثلا الماسوره كانت بقطر وبقت بقطر ثاني، فحصل هنا تضييق او توسيع يديك فاقد، ركبت كوع ده هيديك فاقد، ركبت فالف او محبس ده هيديك فاقد، حصل مدخل او مخرج، كل دي فواقد ايه؟ رئيسيه انتوا درستوها ثانويه، قصدي انتوا درستوها قبل كده في الايه؟ في الفلويد. احنا هنا مش هنشغل بالنا بالفواقد الثانويه، احنا هنفرضها نسبه من الفواقد الايه؟ الرئيسيه. يعني احنا هنشغل بالنا قوي بالفواقد الرئيسيه، فواقد الاحتكاك هنبدا نحسبها، وبعد كده ناخد نسبه منها نفرضها ان هي فواقد الايه؟ الماينور لوسس او الفواقد الثانويه. دايما هنفرض الفواقد الثانويه من 10 ل 20% من الفواقد الرئيسيه. طيب احسب الفواقد الرئيسيه ازاي؟ في اثنين عندنا حسبوا لنا الفواقد الرئيسيه او الفريكشن لوسس، دارسي وهازن ويليامز. خلينا احنا دلوقتي شغالين بمعدل دارسي وبعد كده ان شاء الله هنشتغل وهازن ويليامز وهنعرف بتقول ايه. دارسي بيقول ايه؟ بيقول لي ان الاتش فريكشن، فواقد الفريكشن او فواقد الرئيسيه، بتساوي اف في ال في سكوير على 2 الجي في الفاي. اف اللي هي معامل الاحتكاك بتاع جسم الماسوره، وده بيعتمد على نوع جسم الماسوره من جوه وعمرها، لان كل ما عمرها قدم كل ما الفريكشن فاكتور ده هي ايه؟ هيزيد، فالفواقد تزيد لان الاحتكاك هيبدا يزيد. اف بناخدها للمواسير الجديده دايما من 2 من 100 او من 3 من 100 ل 4 من 100. ال اللي هو طول الماسوره بتاعتك. في سرعه الميه جوه الماسوره اللي احنا حسبناه من القانون اللي فات. الجي معامل الجاذبيه الارضيه 9.81، والفاي قطر الماسوره بتاعتك بالايه؟ بالمتر. مجرد ما عرفت احسب الاتش فريكشن هبدا ازود عليه من 10 ل 20% اجيب الاتش لوسس الايه؟ الكليه. يبقى اللوسس الكليه عباره عن من 1.1 من 10 ل 1.2 من 10 في الاتش ايه؟ في الاتش فريكشن اللي انا حسبتها بمعادله دارسي. تمام؟ طيب هازن ويليامز بقى، يعني احنا مش هندرس القانون دلوقتي بس هنقول حاجه بسيطه بس. تمام؟ هازن ويليامز عمل ايه؟ قال لك انا لو جيت حسبت الضغط عند ايه؟ طلع اسمه اتش ايه؟ وحسبته عند بي طلع اسمه اتش بي، ففرق الضغط ما بين الاثنين ده سميته اتش فريكشن اللي هو الفواقد بتاعه الايه؟ الاحتكاك. لو جيت قسمت الاتش فريكشن على طول الماسوره طلع لي كميه جديده اسمها الهيدروليك ايه؟ الهيدروليك جريدينت او الميل الهيدروليكي. الميل الهيدروليكي ده مش ميل حقيقي، يعني الماسوره مش مايله، لا، الميل الهيدروليكي هو فرق الضغط ما بين بدايه ونهايه الماسوره مقسوم على ايه؟ مقسوم على طول الماسوره. يبقى ده كده اسمه الميل الهيدروليكي. مش هنحتاج الاس دي الا ان شاء الله لما نيجي نشتغل في معادله هازن ويليامز. خلينا دلوقتي مركزين على دارسي وهنشتغل ان شاء الله بدارسي في بقيه الايه؟ المسائل. نيجي بقى لشابتر 2 بتاعنا اللي هو الانتيك ايه؟ الانتيك ستراكشر. اول حاجه احنا شرحناها في المحطه، الانتيك ستراكشر هو المنشا اللي بيجمع لي كميه الميه بتاعتي بامان
بدون ما يأثر على الحياة البحرية ولا على النافيجيشن أو الملاحة اللي موجودة جوه المجرى المائي. طيب أنا بختار نوع الانتيك ده على أي أساس؟ إحنا يا جماعة عندنا أربع أنواع من الانتيك. نوع بنسميه بايب انتيك، مأخذ الماسورة. نوع اسمه شور انتيك، مأخذ الشاطئ. سبميرجد انتيك، مأخذ المغمور. التاور انتيك، مأخذ النافورة. طيب بيفرقوا إيه عن بعض؟ ببساطة لو أنا قدامي المجرى المائي وبدأت أسحب المية من السطح، ده اسمه بايب انتيك. تمام؟ طيب لو بدأت أسحب المية من جنب المجرى المائي من الشط من أسفل، ده اسمه شور انتيك. لو بدأت أسحب المية من منتصف القاع، ده اسمه سبميرجد انتيك. لو بدأت أسحب المية، عارفين أبراج البترول كده اللي هو برج بيبقى في منتصف البحر كده وبينزل يسحب المية من الإيه؟ من العمق، ده اسمه إيه؟ تاور انتيك. إيه بقى العوامل اللي بتخليني أختار نوع من الأنواع دي؟ عندي عوامل كتير جدا بتخليني أختار النوع. أولهم السورس، المصدر بتاعك، أنت في مجرى النيل مثلا، في رياح، في ترعة، بتاخد المية منين؟ تاني حاجة أبعاد المجرى الملاحي بتاعك، هو المجرى بتاعك عرضه إيه وارتفاعه إيه؟ العرض والدبس. بعد كده النافيجيشن، هل في ملاحة في المجرى ده ولا لأ؟ التغير في المناسيب، هل مناسيب المجرى ده بتختلف في الفصول من الصيف للشتاء؟ في فرق كبير في المناسيب ولا لأ؟ تالت حاجة هو المجرى ده بعيد قد إيه من المحطة بتاعتك؟ هل هو بعيد ولا قريب؟ بعد كده حركة الأمواج، هل في ويف أكشن؟ هل في حركة أمواج كبيرة قوي تأثر على الاستراكشر بتاعي لما أجي أعمله فأحاول أبعد عنها مثلا؟ يعني مثلا لو أنا عندي السطح فيه أمواج كتير أروح مثلا للشور انتيك، بلاش البايب لأن البايب بيسحب من على السطح، فخليني في الشور لأن الشور بيسحب من الإيه؟ من الشط، فبعيد شوية عن حركة الإيه؟ الأمواج، لأنه يعني بيسحب من أسفل مش من أعلى. طيب بعد كده عندك كمية المية برضه، أنواع الإنتاج دي مختلفة في كمية المية، في نوع بيسحب كمية مية كبيرة بجودة عالية وفي نوع لا جودته أقل مع كميات المية الكبيرة. تمام؟ آخر حاجة اللوكيشن أوف بلوشن أو التلوث، مكان التلوث. التلوث موجود فين؟ لو التلوث مثلا سطحي ابعد عن البايب انتيك، لو التلوث في الشط ابعد عن الشور انتيك، لو التلوث في العمق في القاع ابعد عن السبميرجن انتيك، وهكذا. يبقى انا ببعد قدر الامكان وانا بختار النوع عن اماكن الايه؟ التلوث. يبقى هو هيديني شويه جيفن في المساله على اساسها ابدا احدد النوع بتاعي. طيب احددها ازاي برضو عشان يبقى في دقه شويه في الكلام؟ الجدول اللي قدامك ده هتقراه كويس، ده واخد كل عامل من العوامل وقايل لك ينفع فيه انه نوع من الايه؟ من الانواع. ناخد مثال، مثلا لو بنتكلم على عمق المية. تمام؟ لو عمق المية صغير يبقى انا قدامي ان انا استخدم الشور انتيك او السبميرجد انتيك. طب لو العمق كبير اقدر استخدم البايب انتيك او التاور انتيك، وهكذا بقيه الايه؟ بقيه العوامل. زي مثلا الويف اكشن، حركه الامواج. لو انت عندك هاي ويف اكشن او حركه امواج عاليه، اخد مأخذ الشاطئ او المأخذ المغمور، الحاجات اللي بتاخد المية من العمق من تحت، من المجرى المائي من تحت، ابعد عن اللي بتسحب المية من الايه؟ من السطح. تمام؟ انما امتى اخد الحاجات اللي هو الويب انتيك والتاور انتيك؟ لو الويف اكشن ليميتد، لو تاثير الامواج هنا ايه؟ محدود. وهكذا بقيه الايه؟ بقيه العوامل. طيب كده احنا اخترنا نوع الانتيك، نيجي بقى ايه اللي بيخلينا نختار المكان؟ انا ازاي اختار مكان الانتيك جوه المجرى المائي؟ المجرى المائي كله متعرجات، تمام؟ لو جيت بصيت على المجرى المائي على البلان من فوق كده، لو ده الاب ستريم وده الداون ستريم، شكل المجرى المائي هيبقى واخد الشكل ده كده متعرج. تمام؟ فلو جينا خدنا جزء من ده كده وكبرناه على الشمال هنا، هلاقي ان دايما المجرى المائي فيه جزء تقريبا شبه مستقيم وجزء محدب وجزء مقعر والعكس. تمام؟ طيب انا احط الانتيك هنا في المنطقه اللي فيها المؤشر دي او هنا. لو انا جينا حطينا الانتيك هنا في المنطقه دي، ايه اللي هيحصل؟ المياه وهي داخله كده هتلاقي كل الحاجات او كل المواد الصلبه اللي فيها او الرواسب اترسبت الناحيه دي في المنطقه دي، فبقيت بسحب ميه كلها رواسب، وده حاجه انا مش عايزها. تمام؟ طيب لو حطيتها في المنطقه دي ايه المشكله؟ المنطقه دي سرعه الميه وهي داخله هتبقى بسرعه كبيره في المنطقه دي عشان المنطقه دي محدبه، فبالتالي هتعمل سكاورنج او نحر، فبالتالي مواسير الانتيك اللي في المنطقه دي معرضه لنحر عالي جدا، فبالتالي عمرها هيقل. يبقى انا ابعد عن المنطقه دي عشان فيها سيتلينج طبعا زيها المنطقه دي، وابعد عن المنطقه دي والمنطقه دي عشان فيهم سكاورنج او ايه او نحر. يبقى بقدر الامكان احط الانتيك بتاعي بعيد عن المنحنيات. تمام؟ بقدر الامكان في منطقه شبه مستويه او مستقيم. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه
الكود قال لي ان انا ابدا اعمل حمايه للانتاج ده سواء من الملاحه او من الاستخدام البشري لمسافه 150 متر ناحيه الابستريم و50 متر ناحيه الداونستريم، وبعد كده ابدا اقفل حوالين الانتاج كده بشكل، لو عرض المجرى صغير ومفيش ملاحه بقفل المجرى كله، لو العرض كبير وانا محتاج بقيه العرض في الملاحه ببدا بس اقفل حوالين الانتاج بالمنظر ده كده زي ما انا برسم على الشاشه كده. تمام، دي تاني حاجه. يبقى اول حاجه احطه في منطقه قدر الامكان مستقيمه. تاني حاجه اعمل حمايه من الاستخدام البشري 150 متر ناحيه الاب ستريم و50 متر ناحيه الداون ستريم. ثالث حاجه قدر الامكان ابعد عن اماكن صب مخلفات المصانع، ما اجيش احط الانتاج جنب مصنع بيرمي مخلفاته في النيل، لا ابعد عن المصنع ده مسافه مناسبه. تمام، ثالث حاجه تعالوا بصوا معايا على الرسمه دي كده، لو ده الانتاج انا خلاص حطيت الانتاج في المنطقه دي وبدا الانتاج يدي الميه للمحطه، المحطه دي هتعالج وبعد كده عندها رواسب عايزه ترميها، الصح ان انا ارمي الرواسب اب ستريم المحطه ولا داون ستريم المحطه؟ اكيد داون ستريم، لان انا لو رميتها اب ستريم هرجع اسحبها تاني بالانتيك. يبقى اخلي بالي وانا بحط الانتيك ان دايما الرواسب بتاعت المحطه اللي الانتيك بيودي لها الميه ارميها داون ستريم الانتيك مش اب ستريم الايه؟ الانتيك. تمام، يبقى دول الاربع عوامل اللي باخدهم معايا في الاعتبار وانا بصمم او بختار مكان الانتيك. ندخل بقى في الديزاين اوف انتيك ستراكشر، عايز بقى اصمم الانتيك نفسه. اول حاجه خالص بعد ما حددنا النوع والمكان، اول حاجه خالص في اي حاجه بعد كده تعودوا هنعمل لها ديزاين في الصحيه او في البيئيه، احسب الكيو ديزاين. ايه الكيو ديزاين؟ هي كميه الميه المطلوب او المطلوب انها تدخل المكان اللي انا بصممه ده. الانتيك ده انا عايز يسحب لي كميه ميه معينه. قد ايه الكميه دي؟ تعالوا نشوف. الكود بيقول لي ان كميه الميه بتاعه الانتيك بتساوي 1.1 من الكيو ماكسيمم مانثلي، فاكرين الكيو ماكسيمم مانثلي اللي احنا كنا خدناها قبل كده؟ اللي هي بتساوي 1.4 من الافريج كونسامبشن من الكيو افريج. تمام؟ طيب ليه بزود الماكسيمم مانثلي 10%؟ الكود قال لي انت عندك ال 10% دول زياده ليه؟ عشان 7% منهم بيروحوا في غسيل المرشحات، فاكرين المرشحات اللي احنا قلناها في شرح الرسمه من شويه؟ المرشحات دي بتتسد وانت شغال، فانت بتضطر تغسلها من الميه اللي داخله المحطه. فبالتالي بخصم الميه دي منين؟ من الميه اللي داخله. دول تقريبا 7%، و3% بيروحوا رواسب في خزانات الترسيب. احنا قلنا ان خزانات الترسيب بيطلع منها رواسب بعد معالجه الميه، الرواسب دي بتطلع لوحدها ولا بتاخد ميه معاها؟ لا، في جزء من الميه بيطلع معايا، يبقى في جزء اتهدر، يبقى لازم اخد في اعتباري وانا باخد الكميه، يبقى الكميه بزودها 10% لان 7% بيروحوا في غسيل المرشحات و3% بتخرج مع الرواسب في خزانات الايه؟ الترسيب. بعد كده اكمل عادي بقى، الكيو ماكسيمم مانثلي هي 1.4 في عدد السكان في الووتر ايه؟ كونسامبشن. طبعا ما انساش اقسم الووتر كونسامبشن على 1000 لان هو بيبقى باللتر وانا محتاج الكميه تطلع لي بالمتر الايه؟ المكعب. فاضل حاجه بسيطه، سيل جه قال لك في المساله المحطه مش شغاله 24 ساعه، دي شغاله 16 ساعه بس. تمام؟ انت كمستهلك مالكش دعوه، انت عايز المحطه تديك اللي انت عايزه في ال 24 ساعه بس بتضغطها انها تديهم في كام بس؟ في 16 بدل 24 لان هتريح الثمان ساعات الباقيين. فبالتالي هاجي عليها شويه في 16 ساعه بتوع دول فالكميه بتاعتها ايه؟ تزيد الكميه اللي بتنتجها في ال 16 تزيد عشان تكافئ الكميه اللي هتعملها لو هي شغاله 24 ساعه. فبضرب هنا في معامل اسمه 24 على الوركينج بيريود. ايه الوركينج بيريود؟ هي زمن عمل المحطه. لو ما قاليش في المساله المحطه شغاله كام ساعه هعتبرها 24 ساعه ولا كان المعامل ده موجود خالص معايا، يبقى يعتبر واحد. انما لو قال لي المحطه شغاله سي 12 ساعه 16 ساعه عادي هحط الرقم زي ما هو. تمام كده؟ طيب ده الكيو ديزاين اللي هو اقصى تصرف المحطه بايه؟ بتسحبه. طيب هل المحطه طول السنه هتفضل تسحب الماكسيمم ده؟ لا، في شهور الشتاء ممكن توصل تسحب حاجه اسمها المينيمم فلو. انا زي ما قلت لك الكونسامبشن بتاعت البني ادم، لو قلت لك ان الكونسامبشن بتاعتك 200 ده الافريج، ممكن تزيد عنه وممكن تقل عنه. طيب المينيمم بقى بيساوي ايه؟ الكود قال لي انه بيساوي 70% من الكيو ايه؟ من الكيو افريج اللي هي بتساوي البي في الايه؟ في الكيو زي ما اتفقنا. وبرضه نحسبها بنفس الطريقه بتاعت الكيو ديزاين. يبقى انا حسبت هنا الكيو ديزاين والكيو ايه والكيو مان. نيجي الاول نوع معانا من انواع الايه؟ الانتيكس اللي هو الشور انتيك، مأخذ الشاطئ. احنا هنصمم نوعين، الشور انتيك والايه؟ والبايب انتيك. تعالوا نتكلم على الشور انتيك. اول حاجه نبدا نشرح الاليفيجن بتاعه كده. الشور انتيك ده عامل ازاي؟ ده كده المجرى المائي بتاعك اهو اللي انت عايز تسحب منه الميه. ببدا اخد ماسوره بنسميها الكوندوت بايب او مواسير التوصيل، تبدا تسحب الميه من الشط من تحت بالمنظر ده. تمام؟ الحاجات اللي بالاسمر قدامك دي الايه؟ البوابات، دي بوابات عشان اتحكم في دخول وخروج الميه للايه؟ للمواسير. قدام المواسير دي ببدا احط سكرين او مصافي،
مايله بزاويه من 45 ل 60 ايه ل 60 درجه. المصافي دي ايه الهدف منها يا جماعه؟ الهدف منها انها تحجز اكبر قدر من المواد كبيره الحجم. انا مش عايز اي حاجه كبيره الحجم تبدا تدخل لي ايه، او اي حاجه كانت مرميه في الميه تبدا تدخل لي المحطه. تمام، يبقى بقدر الامكان بنقي الميه من الشوائب كبيره الايه الحجم. بعد كده الميه تبدا تدخل في مواسير التوصيل. طبعا مواسير التوصيل دي الكود قال لي ان هي لازم تبقى مايله بميل لا يقل عن 1%. يعني كل ما الماسوره يبقى طولها 100 متر انزل في منسوبها من البدايه للنهايه كام متر وهكذا. تمام، طيب ليه المواسير دي مايله؟ لان الماسوره دي مش شغاله اندر بريشر، الماسوره دي اندر جرافيتي. فانا عشان اضمن ان اتجاه الميه دايما يبقى في الاتجاه ده داخل من المجرى المائي رايح للايه؟ للصامب بتاعتي اللي هنشرحها بعد شويه، عشان اضمن ان الميه ماشيه في الاتجاه ده لازم يكون في ميل طبيعي. تمام، فباخد الميل ده تقريبا كام؟ 1%. بعد كده الكوندوت بايبس دي بترمي الميه في بياره زي ما قلنا في الرسم من شويه. تمام، بياره بالشكل ده بنسميها الصامب. تمام، برضو الكود قال لي ان لازم البياره تبقى اوطى من اخر منسوب في مواسير التوصيل اللي هو المنسوب ده احنا بنسميه الانفيرت ليفل، لازم تكون اوطى منه بمسافه لا تقل عن كام؟ عن 1 متر. تمام، بعد كده البياره دي بتبدا تدي البمبات اللي هي اللو ليفت بامب، واللو ليفت بامب بيرفع الميه للرابيد ميكسنج تانك او خزان الخلط السريع عن طريق خط رئيسي بنسميه خط الطرد الرئيسي اللي هو الرايزنج مين او الفورس مين. تمام، يبقى كده نراجع الكومبوننتس بتاعت الشور انتيك. اول حاجه السكرين، بعد كده الكوندوت بايبس، بعد كده الصام، بعد كده اللو ليفت بامب، وبعد كده الرايزنج مين او الفورس مين. تمام، يبقى انا عندي 5 كومبوننتس. طيب ترتيب الديزاين بقى، هبدا اعمل ديزاين من فين لفين. اول حاجه هتتصمم هي الكوندوت بايبس. طيب ليه ما اروحش اصمم المصافي على حسب الترتيب؟ لان انا عايز الاول اعرف انا محتاج كام سكرين، وعشان اعرف انا عايز كام سكرين زي ما هنشوف في البلان بعد شويه لازم اكون عارف انا عندي كام كوندوت بايب، لان قدام كل كوندوت بايب في سكرين، فلازم الاول اعرف عدد الكوندوت بايب عشان اروح اعمل ايه اصمم السكرين. يبقى اول حاجه اللي بتتصمم الكوندوت بايبس، بعد كده السكرين، بعد كده بروح اصمم الصامب او البياره، وبعد كده بروح اصمم الرايزنج مين، وبعد كده ارجع للبمبات. طيب ليه بسيب البمبات واروح اصمم رايزنج مين الاول؟ نقول ده سريعا وهنشرحه بعد شويه بالتفصيل في الايه؟ في الشرح. هي البمبات دي يا جماعه مطلوب منها ترفع من منسوب فين لفين؟ هي بتاخد الميه من البياره تديها للخزان، يبقى منسوب مطلوب انها ترفع من المنسوب ده اللي احنا بنسميه الصامب ليفل الى منسوب الرابيد ميكسنج تانك ليفل. يبقى المنسوب ده كده الفرق المنسوب ده هي المفروض ايه؟ ترفعه، فرق الضغط ده. طيب سي ان فرق المناسيب ده كان 20 متر. رحت انا جاي ظابط الترمبات دي انها ترفع ضغط 20 متر، هل هيوصل لي هنا للخزان 20 متر فعلا؟ لا. ليه؟ لان حصل فواقد في السكه. فانا لازم الاول اعرف الفواقد دي كام اللي حصلت خلال الرايزنج مين، وابدا ازودها على الرافع اللي انا عايز اديله الترمبات عشان الترمبات تطلع لي رافع او ضغط حقيقي في الاخر. فانا بقول ما بقولوش ان الفرق ما بين ده 20 اروح اعمل الترمبات على طول على ضغط 20، لا. افرض في كمان 5 متر ضغط فرق فواقد فين؟ في الرايزنج مين. يبقى اقول له لا انا عايز 25، 20 اللي هو الفرق زائد 5 فواقد حصلت في الرايزنج مين. يبقى انا لازم عشان اصمم البمبات اكون الاول عرفت الفواقد قد ايه في الرايزنج مين، فلازم اروح اصممه ده. تمام كده؟ عرفنا ايه اللي هيتصمم؟ طيب ايه بقى اللي هيبقى جيفن معاك في المساله؟ دايما المناسيب اللي قدامك على الرسمه دي معظمها هيبقى جيفن معاك، البيد ليفل هيبقى معاك، الووتر ليفل هيبقى معاك، وساعات خلي بالك بيبقى فيه 2 ووتر ليفل، هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل. والجراوند ليفل والرود ليفل والرابيد ميكسنج تانك ايه؟ ليفل. كل الليفلز اللي انا قلتها دي هتكون جيفن معاك في الايه؟ في المساله بتاعتك. ايه اللي مش هيبقى جيفن معاك؟ المنسوبين اللي انا حاططهم دول، منسوب بنسميه الانفيرت ليفل ومنسوب الصامب ليفل. طيب الانفيرت ليفل هو منسوب ايه؟ هو منسوب تلاقي الكوندوت بايب مع البياره. تمام؟ طيب اعرف احسبه يا جماعه؟ واحنا واقفين على الرسمه كده اعرف احسبه؟ مش المفروض ان المنسوب ده هو هو منسوب البيد ليفل ناقص الطول بتاع الكوندوت بايب مضروب في الميل؟ يبقى انا اقدر اقول ان الانفيرت ليفل بيساوي البيد ليفل ناقص طول الكوندوت بايب مضروبه في ايه؟ في الميل اللي هو واحد في الايه؟ في الميل. يبقى الانفيرت ليفل انا بقيت بعرف احسبه. طيب الصامب ليفل اجيبه ازاي؟ الطبيعي يا جماعه من اللي احنا خدناه من الفلويد ان انا لو جيت وصلت ما بين خزانين، نعتبر ان ده خزان وده خزان، وصلتهم ببعض هتبدا الميه تتحرك فيهم لحد ما الاثنين يتساووا في منسوب. فبالتالي انا اقدر اقول هنا ان الووتر ليفل بيساوي الصامب ليفل، ده نظريا. انما عمليا حصل في الطريق الميه وهي جايه من هنا لهنا حصل لها فواقد، يبقى اخصم الفواقد دي. يبقى انا اقدر اقول ان الصامب ليفل
بيساوي الووتر ليفل ناقص الفواقد اللي حصلت في الكوندوم بايبس ناقص الفواقد اللي حصلت في الايه في السكرين. دول الحاجتين اللي قبلوا الميه في السكه وادوها ايه وادوها فواقد او افقدوا طاقتها. يبقى السامب ليفل هو الووتر ليفل ناقص الفواقد اللي في السكرين ناقص الفواقد اللي في الايه اللي في الكوندوت بايبس. تمام كده. يبقى احنا كده شرحنا الرسمه بتاعت السور انتيك. طبعا انت مطلوب منك ترسم الاليفيشن، يعني انت ما هتجي لك المساله هتبدا ترسم الاليفيشن تحط المناسيب عليه وتاخد الجيفن من المساله تحطها على الايه على الرسم. مفهوم؟ نيجي نبص على البلان بس عشان نبقى فاهمينه. انت مش هيبقى مطلوب منك ترسمه في المساله، لكن ايه انا اللي يهمني قوي الاليفيشن بس برضو تبقى عارف الموضوع ماشي ازاي. دي كده السكرين اهي، ولاحظ ان السكرين بتبقى ما بين اكتاف من الخرسانه عشان اثبتها فيها. الكتف ده والكتف ده كده ايه خرسانه عشان اثبت السكرين من ناحيتين فيها. بعد كده الميه تعدي للكوندور بايبس، الكوندور بايبس ترمي الميه في الايه؟ في الصامب، الصامب يدي للبمبات، البمبات ترفعها في خط الطرد الرئيسي اللي هو الرايزنج مين اللي بيودي الميه بعد كده لمين؟ لخزان الخلط السريع. وبالمناسبه لو عايزين نربط الكلام ده بالرسمه الاولانيه بتاعت المحطه، احنا قلنا ان في حاجه اسمها كيميكال فيدنج قبل الخلط السريع، بتحصل فين؟ بتحصل في الرايزنج مين ده. انا ما باجي احقن كيماويات بحقنها فين؟ في الرايزنج مين، باجي في نهايه الرايزنج مين وقبل ما الميه تدخل على خزان الخلط السريع رابيد ميكسنج تانك ببدا احط الكيميكال بتاعتي سواء كلور او ماده مروبه اللي هي غالبا بتبقى الشب. نيجي نبدا في الديزاين. اول حاجه انا كنت عايز اعملها ديزاين هي الكوندور بامبس. زي ما اتفقنا اي ماسوره انا عايزك تصممها محتاج منك عددها وقطرها واللوسس اللي فيها. خلاص؟ طيب عايزين نتفق على حاجه مهمه. لما بنيجي نصمم مواسير يا جماعه احنا قلنا من شويه ان الكميات الرئيسيه في المواسير هي ايه؟ التصرف اللي هو الكيو والقطر اللي هو الفي واللوسس والايه؟ والقطر بتاع الايه؟ بتاع المصنع. طيب ايه من دول بيتفرض؟ انا عشان ابدا اصمم الماسوره لازم يكون معايا حاجه من الاربعه. ايه من الاربعه دول بيتفرض؟ الكود بيسمح لي ان انا افرض مين؟ الفي السرعه بكام؟ على حسب بقى انا شغال فين. ده بيفرق تمام؟ لكن عموما عشان نوحدها من هنا لاخر المنهج السرعه بتاعتنا اقل سرعه في المواسير ما تقلش عن 6/10 واكبر سرعه ما تزيدش عن كام؟ 1.5. طيب الكلام ده كده بمزاجي؟ لا، لان لو السرعه في المواسير قلت عن 6/10 حبيبات الرمل والمواد الصلبه اللي موجوده في الميه هتبدا تترسب فهتسد لي المواسير لان السرعه قلت. ولو السرعه زادت عن 1.5 هيحصل سكاورنج بقيمه عاليه جدا او بايه؟ بكميه عاليه جدا على جدار الايه؟ المواسير، فبالتالي هيقلل من عمرها. فانا ممنوع اقل عن 6/10 عشان السيتلنج او الترسيب، ولا ازيد عن 1.5 عشان السكاورنج او النحر. طب احنا هنمشيها ازاي؟ بقدر الامكان اي ماسوره بتصممها قبل البمبات افرض السرعه دايما ما تزيدش عن 1.2. خلي السرعه بتاعتك اخرها 1.2. ولو بعد ولو بتصمم ماسوره بعد البمبات بعد اللو ليفت بامب خلي السرعه دي توصل لواحد وايه؟ ونص. فاحنا تسهيلا اي حاجه قبل البامب هنفرض السرعه بواحد. واي حاجه بعد البامب هنسمح السرعه انها تزيد لحد كام؟ لحد 1.5. يبقى اي حاجه قبل البامب هفرضها بواحد، اي حاجه بعد البامب هفرض السرعه بكام؟ 1.5. تسهيلا ايه؟ تسهيلا عشان ما نحفظش حاجات كتير. طيب بعد كده ابدا اصمم الماسوره، انا عارف ان الكيو بتساوي الفي في الاريا، الكيو بالنسبه لي هي الكيو ايه؟ الكيو ديزاين. الفي خلاص انا رحت فرضتها. الاريا طبعا دي مش مساحه ماسوره واحده، لان الكوندوت بايب دي مش ماسوره واحده، دول اكتر من ماسوره جنب بعض اللي هو ان من النوعين من المواسير. ومساحه كل ماسوره كام؟ باي فاي سكوير على الايه؟ على الاربعه. طبعا الكود هنا قال لي انت عندك هنا ان وفاي مجهولين، هتفرض مين؟ الكود دايما بيخليك تفرض الان. الكوندوت بايب عددهم دايما ما يقلش عن كام؟ عن 2. وبعد كده تطلع الفاي وتبدا تقربها. طيب هل ما يقلش عن 2 وخلاص مفيش حاجه للماكسيمم؟ ما عنديش مشكله في الماكسيمم، بس حاول بقدر الامكان ما تزودش قطر الكوندوت بايب عن ايه؟ عن 1000 مللي، عن 1 متر. كل ما تلاقي القطر زاد معاك عن 1 متر ابدا زود ماسوره كمان، يعني حاول القطر بتاعك ما يزيدش عن ايه؟ عن 1 متر. طيب التقريب بقى عشان ناخد برضو قواعد ثابته لاخر السنه، تقريب المواسير عامل ازاي؟ اي قطر يطلع معاك اقل من 500 مللي هتقربه لاقرب 50، يعني افرض القطر طلع 410 هتقربه لكام؟ ل 450. اي قطر طلع من 500 ل 1000 هقربه لاقرب 100، يعني لو 510 اقربه لكام؟ ل 600. طيب اي قطر فوق ال 1000 اقربه لل 200 كل 200،
فيبقى طلع معايا مثلا 1010 قربه لكام؟ ل 1200 وهكذا. طبعا الكلام ده مش مزاجي، ده السوق كده، عشان تلاقي المواسير دي في السوق. السوق الاقطار اللي تحت ال 500 موجوده كل 50، والاقطار من 500 ل 1000 موجوده كل 100، والاقطار فوق ال 1000 موجوده كل ايه؟ الستيب بتاعتها كل ايه؟ كل 200 مللي. تمام كده بالنسبه للتقريب. طيب بعد ما طلعت القطر وقربته، ابدا احسب بعد كده حاجه اسمها الفي اكشوال، لان انت قربت المساحه دلوقتي بقت اكشوال، فاقدر اقول ان الفي اكشوال بتساوي الكيو ديزاين على ان في باي في فاي بعد التقريب سكوير على 4. ولازم الرقم ده يطلع ما بين ال 6 من 10 والايه؟ وال 1 ونص. لحد هنا خلاص انا عرفت عدد المواسير وعرفت قطرها. ادخل بعد كده اجيب اللوسس زي ما اتفقنا من معادله دارسي. الاتش فريكشن بتساوي اف في ال في اكشوال سكوير على 2 الجي في الايه؟ في الفاي. الاف بتاعتي هفرضها من 3% ل 4%، الجي 9.81. الطول بقى ال L. لو الطول بتاع الكوندور بايب مش معطى في المساله افرضه بكام؟ ب 100 متر. ده في حاله ان هو لو مش معطى، لو معطى خلاص هتاخده زي ما هو قدامك. بعد كده احسب اللوسس، بعد كده اخد الاتش فريكشن دي اضربها من 1.1 ل 1.2 عشان اطلع مين؟ الاتش لوسس الكليه اللي موجوده في الكوندور بايب. ده كده بالنسبه لتصميم الكوندور بايب. في بقى تشيكين مهمين، في بقى تشيكين مهمين هنا انا عايز اعمله. التشيك الاولاني، هو انت على طول هتفضل تسحب الكيو ديزاين ولا في فتره من الفترات هتسحب الكيو مينيمم؟ هيجي عليك فتره في السنه تسحب الكيو مينيمم. ايه اللي يضمن لي بقى انك لما قللت التصرف السرعه ما نزلتش؟ انا يهمني ان السرعه ما تقلش عن كام؟ 6 من 10. انا فجاه قللت التصرف، طب ما انا عارف ان الفي بتساوي الكيو على الاريا، غصبا عني قللت التصرف فبالتالي السرعه هتقل. عايز اتاكد واتشيك عليها ان هي ما قلتش عن كام؟ 6 من 10. فاقدر اقول هنا ان الفي مينيمم بتساوي الكيو مينيمم اللي احنا حاسبينها في الاول على ان في باي فاي سكوير على 4. الرقم ده لازم يكون اكبر من 6 من 10. طيب طلع اقل من 6 من 10، ايه الحل؟ مش انت كان مثلا طالع عندك الام دي بثلاث مواسير، خليهم اثنين، شغل اثنين واقفل واحده في حاله السحب الكيو ايه؟ مينيمم. يبقى لما اجي اسحب الكيو مينيمم هقفل اثنين او هقفل واحده واشغل اثنين بس، وابدا اعوض عن الان باثنين. طلعت سيف كنبه، طب مش سيف، اقفل اثنين وشغل واحده بس بدل ما تشغل الثلاثه. اكيد المره دي هتطلع ايه؟ هتطلع سيف باذن الله. طيب التشيك اللي بعده حاجه بنسميها الفي ماكسيمم ماكسيمم. طب دي معناها ايه؟ او يعني ايه؟ وانا شغال فجاه بسحب الكيو ديزاين عادي خالص، فجاه واحده من المواسير اتكسر. الكود قال لي انا بسمح لك هنا في حاله كسر احد المواسير ان السرعه تزيد لحد كام؟ 2.5 متر على الثانيه. بس ده بشرط، ده في وقت الطوارئ بس، في الوقت اللي انت هتصلح فيه المواسير بتاعتك. انما غير كده السرعه اخرها معايا كام؟ 1.5. فهبدا اقول الفي ماكسيمم ماكسيمم بتساوي الكيو ديزاين على نقص من الان بتاعتك 1 على اساس ان في واحده اتكسرت في مساحه الماسوره باي فاي سكوير على 4. الرقم ده المفروض لا يزيد عن كام؟ عن 2.5 متر على الثانيه. تمام كده؟ بعد ما خلصت وعملت ديزاين طلع مثلا انا معايا 4 مواسير. الكود قال لي اخد كمان نصهم ستاند ايه؟ ستاند باي، يعني الاربعه اخد عليهم كمان 2 ستاند باي لاي طوارئ او للايه؟ للتوسعه المستقبليه لو حبيت اوسع بعد كده الايه؟ الانتيك بتاعي. طيب نيجي رقم 2 للديزاين اوف ايه؟ اوف سكرين. عايز بقى ابدا اصمم المصافي او السكرين. اول حاجه لو جينا كبرنا الجزء ده هلاقي ان انا بحط السكرين مايله بزاويه سيتا من 45 ل 60 ايه؟ درجه. طيب ليه؟ اول حاجه عشان اسهل عمليه التنظيف. تاني حاجه عشان اطول عمرها، لان انا لو حطيت السكرين زاويه قايمه هتبدا مركبه السرعه بتاعه الميه عموديه عليها، فبالتالي هتقلل ايه؟ هتقلل عمرها وتعمل لها سكاورنج. فانا عايز بقدر الامكان اقلل الايه؟ اقلل السكاورنج، فهبدا اخلي السكرين مايله بزاويه ايه؟ بزاويه سيتا بالشكل ده. طبعا الميه هتبدا تعدي السكرين وتدخل على الكوندوت بايب. عمق الميه قدام السكرين عشان ده هنحتاجه بعد شويه، هو الفرق ما بين الووتر ليفل وما بين البيد ليفل. طيب واحنا شغالين كده نقول ايه الفرق بقى اللي هيقابلنا في المسائل لو انا كان عندي هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل. لو انا عندي هاي ولو اشتغل على انه واحد عشان اجيب الدي، اكيد اشتغل على الكبير لان هو الماكسيمم. يبقى في حاله ان انا عندي هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل هشتغل هنا على الهاي ووتر ليفل، يبقى الدي بتاعتي عباره عن الفرق ما بين البيد ليفل والهاي ووتر ايه؟ والهاي ووتر ليفل. عشان اصمم السكرين في شويه اسامبشن كده الكود قال لي عليه. تعالوا الاول نبص على شكل السكرين. دي كده الثلاث كوندوت بايب اللي طلعوا معايا في التصميم. طلع معايا مثلا ثلاث مواسير توصيل وكل واحده مايله بميل كام؟ 1%. قدام كل واحده في السكرين بتاعتها، عرض السكرين اسمه دبليو. دبليو ده الكود قال لي باخده 1.5 قطر الماسوره. لو قطر الماسوره بتاعت الكوندوت بايب دي اقل من 600 مللي، اقل من او بيساوي 600.
ولو القطر ده فوق ال 600 باخد الدبليو ده ضعف قطر الايه؟ قطر المصنع. ده اول فرض بفرضه الدبليو. لو القطر اقل من او بيساوي 600 باخد 1.5 الفاي كوندويت، ولو فوق ال 600 باخد 2 فاي ايه؟ كوندويت. تاني حاجه بفرضها هي الثيتا، زاويه ميل الايه؟ القضبان بتاعت السكرين اللي زي ما قلنا كانت من 45 ل 60 ايه؟ درجه. تالت حاجه بقى قضبان السكرين نفسها، انا لو جيت كبرت المنطقه دي هلاقي انها مكونه من قضبان جنب بعضها بالشكل ده، الشكل اللي قدامكم ده. كل قضيب او كل بار من دول له ويدث اسمه ايه، حيث الايه ده هو عرض القضيب. طيب والاس السبيسنج ما بين كل قضيب والايه والتاني، يبقى السبيسنج كل بار بين كل بار والتاني اسمها اس، والويدث بتاع البار اسمه ايه، والاثنين دول بيتفرضوا. الاس هفرضه من 2 ل 5 سم وثبته لنفسك ب 3 سم، والايه من 1 ل 3 سم وثبته لنفسك بكام؟ ب 2 سم. يبقى زي ما قلنا اول حاجه هعملها في السكرين احسب دبس الميه زي ما قلنا من شويه، وافرض شويه الفروض اللي قدامي دي الدبليو والثيتا والاي والاي والاس وهكذا. طيب بعد كده ابدا افرض بقى اللاي اوت بتاع السكرين. انا عندي اثنين لاي اوت للسكرين بتاعتي، انت اللي هتختار هتعمل انه لاي اوت فيهم. احنا اتفقنا ان السكرين بالشكل ده لو جينا كبرناها عباره عن قضبان جنب بعضها ومتثبته في كتف خرسانه من هنا وكتف خرسانه من هنا. فاول لاي اوت بنسميه البارس امبيدد ان كونكريت. يعني ايه؟ يعني اول قضيب او اول بار غاطس جوه الكتف الخرسانه بالشكل ده من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فبالتالي لو انا قلت لك ان انا هرمز لعدد الفتحات بين القضبان بالرمز ان سمول، عد لي كده عدد الفتحات، ادي 1 2 3 4 5، يبقى اقدر اقول ان عدد الفتحات اللي هو ان سمول 5 فتحات. طب عد لي عدد القضبان اللي جوه العرض دبليو، اللي جوه العرض ده، ادي 1 2 3 4، يبقى عدد القضبان اقل من عدد الفنت بكام او عدد الفتحات بكام؟ بواحد. يبقى لو قلت لك في اللاي اوت ده عدد عدد الفتحات ان، يبقى عدد القضبان ان ناقص ايه؟ ان ناقص واحد. تعالى الناحيه الثانيه، بارس نوت امبيدد ان كونكريت، اللي هو البار الاولاني مش غاطس جوه الكتف، لا ده بادئ مع طرف الكتف بالشكل ده. عد كده عدد الفتحات، ادي 1 2 3 4 5. طيب عدد القضبان 1 2 3 4 5 6. يبقى لو عدد الفتحات هنا ان، عدد القضبان ان زائد ايه؟ زائد واحد. ده الفرق الوحيد ما بين الاثنين لاي اوتس. طب الكلام ده يفرق في ايه؟ مش احنا بنسمينا العرض ده دبليو؟ طب دبليو ده بيساوي ايه؟ لو انا حبيت اطلع له معادله كده، مش الدبليو ده عباره عن عدد الفتحات في عرض الفتحه زائد عدد القضبان في عرض القضيب، صح؟ عدد الفتحات اسمها ايه؟ ان. عرض الفتحه اسمه ايه؟ انا فرضته اس. عرض القضيب اسمه ايه؟ ايه. عدد القضبان بيساوي ايه؟ اه لو انت امبيدد ان ناقص واحد، لو انت نوت امبيدد ان زائد ايه؟ زائد واحد. ده بس الاختلاف. طبعا انا في المعادله دي معايا الدبليو، معايا الاس، معايا الاي، هطلع مين؟ الان، حيث الان ده عدد الايه؟ الفتحات، نمبر اوف فينتس. طيب وعدد البارس اجيبه ازاي؟ نقف واحد من عدد الفتحات لو انت امبيدد، وزود واحد على عدد الفتحات لو انت نوت ايه؟ نوت امبيدد. يبقى ده الفرق الوحيد بتاع اللاي اوتس. يبقى كل اللي انا هعمله دلوقتي هقول والله الدبليو بتساوي يا اما 1.5 الفاي يا 2 الفاي، واللي بتساوي ان في اس زائد اي في ان ناقص 1 او ان زائد 1 على حسب انت امبيدد ولا نوت امبيدد. وبعد كده اطلع ان اللي هي عدد الفتحات، يا نقص منها 1 يا زود منها 1 اطلع عدد الايه؟ البارس. ده كده بالنسبه للدايمنشنز بتاعت ايه؟ بتاعت السكرين. نيجي للجزء الثاني بقى اللي هو ايه؟ اللوسس. عايز احسب اللوسس اللي حصلت في السكرين دي. اللوسس بتاعت السكرين الاتش سكرين بتساوي 1.4 في ثرو سكوير ناقص في ابروش سكوير على 2 ال دي. الرقم ده المفروض ما يقلش عن كام؟ عن 20 سم. لو طلع اقل من 20 سم باخده بكام؟ ب 20 سم. طيب ايه الفي ثرو بقى؟ الفي ثرو هي سرعه الميه اثناء مرورها بين قضبان المصافي في المنطقه دي كده. انت عندك المجرى المائي ماشي بالشكل ده كده طولي. اول ما هتيجي الميه هتبدا تدخل هنا وهنا وهنا، هتدخل في الثلاث فتحات عشان تعدي المنصير، تمام؟ الميه اول ما هتدخل بين القضبان سرعتها اسمها في ثرو، انما الميه وهي في المنطقه دي اللي فيها الليزر بالشكل ده كده اسمها في ابروش. سرعه الميه في المنطقه دي اللي هي اول ما دخلت الفتحه بس لسه ما دخلتش ما بين الايه؟ القضبان. طيب احسبهم ازاي؟ انا عارف عموما ان الفي بتساوي الكيو على الاريا، تمام؟ طيب احسب الفي ابروش ازاي؟ أول حاجة هو الكيو اللي داخل للفتحة الواحدة بيساوي إيه؟ مش المفروض الثلاث فتحات دول يديكوا الكيو ديزاين؟ يبقى نصيب الفتحة الواحدة كيو ديزاين على إيه؟ على إن؟
حيث ان ده هو ايه، هو عدد الكوندور بايتس اللي هو عدد الفتحات. يبقى اول حاجه الفي ابروش هتساوي كيو ديزاين على ان، يبقى ده نصيب الفتحه من الكيو. طيب المساحه بقى، ده اهي انا دلوقتي شغال ابروش، فانا واقف في المنطقه دي كده عايز احسب المساحه. هو العرض ده اسمه ايه؟ اسمه دبليو. طيب ارتفاع الميه هنا اسمه ايه؟ اسمه دي، مش انا جبته في الاول خالص، اللي هو الفرق ما بين الووتر ليفل والايه؟ والبيد ليفل. يبقى الفي ابروش كيو ديزاين على ان في دبليو في ايه؟ في دي. تمام؟ حيث دبليو في دي هو مساحه مقطع الايه؟ الفتحه في المنطقه دي كده. طيب الفي فرو بقى بتساوي ايه؟ نفس الحكايه كيو ديزاين على ان، يبقى انا جبت الكيو اللي داخله للفتحه الواحده. طيب المساحه هنا بقى بتختلف عن المساحه في المنطقه دي؟ اه، لان انت في المنطقه دي هتخصم مساحه القضبان، الميه بتعدي بس ما بين الفتحات، يبقى اللي شغال معاك جوه المنطقه دي هي مساحه الفتحات بس. طيب انت عندك كام فتحه؟ ان من الفتحات، كل فتحه عرضها اسمه ايه؟ اس. طب كل فتحه ارتفاعها اسمه ايه؟ ما حدش يقول لي دي، ليه؟ لان الفتحه دي على المايل، السكرين محطوطه مايله، يبقى دي على ساين ايه؟ على ساين ثيتا. تمام؟ يبقى من هنا احسب الفي ابروش وبعد كده احسب الفي ثرو. طبيعي جدا ان الفي ثرو تطلع اكبر من الفي ابروش. ليه؟ لان المساحه هنا بقت اضيق فالسرعه تزيد. ليه اضيق؟ لان انت خصمت القضبان، انت بس الميه هنا معديه ما بين الفتحات، انما في الفي ابروش الميه كانت معديه من غير قضبان خالص في كامل عرض الفتحه اللي اسمه ايه؟ دبليو. تمام كده؟ من هنا اروح احسب الاتش سكرين، طلع اقل من 20 سم اخده ب 20 سم، طلع اكبر خده زي ما طلع معاك. تمام؟ ثالث خطوه معانا الديزاين اوف ايه؟ اوف سم. ازاي اصمم السم؟ ده السم بتاعي اهو، لو جيت كبرته بالشكل ده هلاقي ان السم ده ببساطه عباره عن خزان، له عرض اسمه دبليو وله طول في البلان اهو اسمه ال، لو بصيت عليه في البلان هلاقي ابعاده ال في ايه؟ في دبليو، وله ارتفاع ميه جواه اسمه دي سم. تمام؟ انا فرضت ان ارتفاع الميه جوه السم ده اسمه دي سم. تمام؟ ايه من الابعاد دي سهل اجيبه؟ سهل قوي ان انا احسب مين؟ الدبس بتاع الميه في السم. لو انا معايا السم ليفل ومعايا الانفيرت ليفل، هجيبه ازاي؟ اقدر اقول ان الدبس ده عباره عن فرق السم ليفل ناقص الانفيرت ليفل زائد المسافه ده، هي اللي هو الكود قال لي لازم تكون اكبر من كام؟ من 1 متر. يبقى اقدر اقول ان دي سم بيساوي السم ليفل ناقص الانفيرت ليفل زائد 1 متر، على اساس ان المسافه دي بكام؟ ب 1 متر اهي. طب السم ليفل احسبه ازاي؟ ما احنا اتفقنا السم ليفل هو الووتر ليفل ناقص الفواقد اللي في السكه، اللي هي الفواقد في السكرين والفواقد في الكوندويت اللي انا لسه جايبه. يبقى اهو السم ليفل بيساوي الووتر ليفل ناقص اللوس في السكرين ناقص الكوندويت. طب الانفيرت ليفل اجيبه ازاي في المنطقه دي؟ ده الانفيرت ليفل صح؟ الانفيرت ليفل بيساوي ايه؟ بيساوي البيد ليفل ناقص الطول ده اللي هو طول الكوندويت بايب في الاس اللي هو بكام؟ 1%. يبقى انا كده جبت الانفيرت ليفل. اقدر من الاثنين دول اروح احسب الدي ايه؟ الدي في الصمت، اللي هو عمق الميه جوه الايه؟ جوه الصم. طب في حاجه بسيطه بقى، لو كان عندك هنا هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل تستخدم مين؟ مين اللي يديك اكبر عمق للصم؟ اكيد الهاي ووتر ليفل صح؟ يبقى لو انا عندي منسوبين هاي ولو برضه هنا هستخدم مين؟ الهاي ووتر ليفل، لان هو الكريتيكال اللي هيديني اكبر عمق للايه؟ للصم بتاعي. كده خلصنا من مين؟ من العمق، فاضل المساحه ال ال والدبليو. زي ما اتفقنا ان المواسير فيها قانون كده شغال في كل المواسير، الكيو بتساوي الفي في الاريا، نفس الحكايه الخزانات فيها قانون كبير كده هنشتغله على طول، اللي هو الفي بتساوي الكيو في التي. الحجم بتاع اي خزان بيساوي كميه الميه اللي داخله له اللي هو التصرف في زمن بقاء الميه جواه اللي هو الريتنشن ايه؟ طيب تمام؟ يبقى الفي بتساوي الكيو في الايه؟ في التي. الكيو بالنسبه لي هي الكيو ديزاين اللي احنا حاسبينها في الاول. تمام؟ الفي بالنسبه لي حجم الخزان ال في دبليو في الدي بتاع الصمب اللي انا لسه حاسبه. تمام؟ التي زمن بقاء الميه جوه الخزان ده. زي ما كنا بنقول في القانون اللي هو الكيو بتساوي الفي في الاريا ان الفي هي اللي بتتفرض، نفس الحكايه في القانون بتاع الفي بتساوي الكيو ديزاين في التي، التي هي اللي بتتفرض. دايما لما اجي اصمم خزانات بفرض الزمن، ولما اجي اصمم مواسير افرض السرعه، دي الحاجات اللي بتتفرض. طيب الكود قال لي ايه؟ قال لي ان زمن بقاء الميه في الصام بيتراوح من 5 ل 10 دقائق. يبقى الزمن معايا والكيو ديزاين معايا والدي بتاع الصام معايا، فاضل مين مجهول؟ ال ودبليو. هفرض ال دبليو من 1 ل 3 متر، ممكن تثبتوها لنفسكم ب 2 متر، وبعد كده ارجع اطلع مين؟ ال. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا تصميم مين؟ الصام. نروح لرقم 4، بعمل ديزاين لمين؟ للرايزنج مين.
الرايزنج مين ببساطه هو ماسوره زي الكوندوت بايب، بس في مشكله ان الرايزنج مين بيختلف عن الكوندوت بايب في ايه؟ الكوندوت بايب مش اندر بريشر، دي اندر جرافيتي صح؟ ماشيه تحت تاثير الجاذبيه عشان كده مايله، انما الرايزنج مين ده مش اندر جرافيتي، لا دي اندر بريشر. ليه؟ لان في بامب بتضخ الميه جوه الايه؟ جوه المواسير بتاعتي. زي ما اتفقنا هبدا اول حاجه افرض السرعه، السرعه زي ما اتفقنا اي حاجه بعد البمبات افرض السرعه بتاعتها بواحد ونص على طول رايح نفسك. كيو ديزاين بتساوي الفي في الاريا، الاريا بتساوي عدد من المواسير ان في مساحه الماسوره باي فاي سكوير على الايه؟ على 4. هنا لازم نعرف حاجه مهمه، بقدر الامكان تخلي لي الرايزنج مين ماسوره واحده. تمام؟ ده بقدر الامكان. ماشي؟ امتى اخليه ابدا اخليه ماسورتين؟ لو قطر الماسوره عندك زاد عن 2000 مللي او 2 متر ابدا اجرب احط 2، انما غالبا الان بتاعتك بتساوي كام؟ 1. اطلع الفاي واقربه زي ما قلنا حسب القواعد الايه؟ اللي احنا قلناها. بعد كده ارجع احسب الفي اكشوال اللي لازم تكون ما بين 6 من 10 و 1.5، دي 6 من 10 تمام؟ 6 من 10 وكام؟ 1.5. بعد كده اروح احسب الاتش فريكشن، اف زي ما اتفقنا من 3 من 100 ل 4 من 100. ال ال لو مش معاك هفرضها هنا ب 50، خلي بالك الكوندوت بايب لو ما كانتش معايا بفرضها ب 100، انما في الرايزنج مين لو مش معايا بفرضها بكام؟ ب 50. الفي اكشوال معايا، الجي معايا، الفاي معايا، بعد كده اخد الرقم ده واضربه من 1 ل 1 ل 1.2 عشان اطلع اللوسس اللي في الرايزنج ايه؟ مين. هستفيد ايه باللوسس اللي في الرايزنج مين؟ هزودها على الارتفاع اللي المفروض البامب ده ترفعه من هنا لهنا عشان اطلع الارتفاع الاجمالي اللي المفروض البامب دي ترفعه لحد فين؟ لحد منسوب الرابيد ميكسينج تانك. اخر حاجه معانا الديزاين بتاع اللو ليفت بامب. انا لما اجي اقول لك صمم لي البامبات اقصد ان انا تطلع لي العدد، تعرفني انا عايز كام بامب، تطلع لي الباور بتاع كل بامب، كل بامب قدرتها كام حصان، تطلع لي الديستشارج بتاع كل بامب، كل بامب هتطلع لي تصرف قد ايه. المفروض ان البامبات كلها تديني الكيو ديزاين، طب كل واحده نصيبها كام بقى؟ تمام؟ نبص الاول قبل ما نصمم على شكل التوزيع عامل ازاي. دي الكوندوت بايب بترمي الميه في الصم في البياره وتبدا البياره دي تدي البامبات. الكود قال لي ان لازم ما بين سنتر كل بامب والثانيه يكون في مسافه اسمها ايه؟ اس. اس دي مسافه للصيانه عشان تقدر العمال تعمل صيانه للبامبات. اس الكود قال لي عليها من 1 لكام؟ ل 3 متر. فبفرض الاس دي من 1 ل 3. طيب مش طول الصم ده يا جماعه معايا؟ اقدر دلوقتي اقول ايه؟ ان طول الصم بيساوي ان من البمبات في المسافه اللي اسمها ايه؟ اس. تمام؟ يبقى اقدر اقول دلوقتي افرض الاس من 1 ل 3 متر او من 1.5 ل 3 متر، اقدر اقول ان طول الصم اللي انا كنت حسبته خلاص في خطوه الصم بيساوي ان من البمبات في المسافه اس، حيث ان ده هو اجمالي عدد البمبات اللي تقدر تفرشه على طول الايه؟ البمب بتاعك، تقدر ترصه على طول الايه؟ البامب بتاع على طول الصم معلش. تمام؟ طيب بعد كده لما يطلع لك ان ده سي ان ده طلع 10 بامبات. هل ال 10 هيشتغلوا؟ لا ده الكود قال لي قسمهم لي جزئين، جزء وركينج وجزء ستاند باي. تمام؟ فانا هرمز للوركينج بالرمز ان اسمه الكود قال لي خد الستاند باي من 30 ل 50% من الوركينج اللي هو الان سمول. فانا اقدر ببساطه اثبت النسبه دي 50% واقول على طول ان الان كابيتال بتساوي 1.5 ان ايه؟ ان سمول. مش انا لان مثلا لو طلعت معايا ب 10 اقسمها على 1.5 طلع الرقم كام؟ 6، يبقى 6 وركينج والاربعه الباقيين ستاند ايه؟ ستاند باي. مفهوم؟ بعد كده ابدا احسب بقى خلاص انا كده عرفت النمبر، اروح بقى احسب الديستشارج هو الكيو او التصرف بتاع البامب الواحده بيساوي ايه؟ مش البامبات كلها المفروض تديني الكيو ديزاين بتاعت الايه؟ بتاعت الانتيك. اقسم الكيو ديزاين على البامبات يطلع نصيب البامب الواحده. طب على كل البمبات؟ لا على العدد بس اللي شغال اللي هو الوركينج اللي هو الان ايه؟ ان سمول مش الان كابيتال. يبقى اقسم الكيو ديزاين على الان سمول يطلع الرقم ده كام؟ من 150 ل 300 لتر على الثانيه، لازم يطلع في الرينج ده لان ده رينج البمبات اللي موجوده في الايه؟ في السوق. طيب افرض الرقم قل عن 150 ايه المشكله؟ ابدا شيل واحده من البمبات اللي شغاله خليها ستاند باي. بدل ما كانوا 6 شغالين و4 ستاند باي خليهم 5 شغالين و5 ستاند باي عشان نصيب البامب يزيد. طب افرض زاد عن 300 ابدا زود واحده من الستاند باي خليها تشتغل. بدل ما كانوا 6 و4 خليهم 7 شغالين و3 ستاند باي. المهم الرقم ده يبقى من 150 لكام؟ ل 300. اخر حاجه خالص في البامبات عايز اعرف الباور القدره بقى.
ده القانون اللي بيحسب لي القدرة بالحصان، قدرة الباور بالايه بالحصان. يبقى البي دبليو بتاع البامب اقصد بيها قدرة المضخة بالايه بالحصان، هتساوي جاما اللي هو كثافة السائل اللي انت بترفعه اللي هو غالبا المية، فالكثافة بتاعته طن لكل متر ايه مكعب، يعني واحد طن لكل متر مكعب. الكيو بتاعت البامب انت خلاص فرضتها بكام؟ فرضناها بكام من شوية؟ 150 ل 300، زي ما تطلع معاك، زي ما مش انت قسمت الكيو ديزاين على الام هيطلع لك رقم، الرقم ده من 150 لكام؟ ل 300، يبقى ده كده الكيو ايه؟ الكيو بامب. ده الاتش توتال، ايه الاتش توتال؟ ده اجمالي الارتفاع المطلوب من البامب ان هي ترفعه، هنتكلم عليه بالتفصيل بعد شويه. الايتا 1 والايتا 2 الكفاءه الميكانيكيه والكهربائيه للمضخه، وهاخدها ب 63%، الرقم ده مش مظبوط، 63 من ايه؟ من 100. فاضل ايه اللي ما اعرفوش هنا؟ الاتش توتال. مش احنا اتفقنا ان اجمالي الارتفاع المطلوب البامب ترفعه هو الفرق ما بين الخزانين، ما بين الصامب والخزان، زائد اللوسس اللي موجوده في الرايزنج مين من شويه؟ اهو الفرق ما بين الخزانين انا سميته اتش ستاتيك، زائد اللوسس بتاعت الرايزنج. طب الاتش ستاتيك عباره عن ايه؟ فرق المنسوب ما بين الرابيد ميكسنج تانك والصامب ايه؟ والصامب ليفل. تمام؟ يبقى انا كده حسبت الاتش توتال، اروح اعوض بيها اطلع الباور بتاعت البامب بالايه؟ بالحصان. طيب ايه اللي هيفرق هنا لو انا عندي هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل؟ اللي هيفرق في الاتش ستاتيك، لما اجي احسب الاتش ستاتيك اخد في اعتباري الهاي ووتر ليفل ولا اللو ووتر ليفل؟ اكيد اخد اللو، لان اللو ووتر ليفل هيديني ارتفاع اقل للصامب، فبالتالي يزود لي الاتش ستاتيك، وكل ما الاتش ستاتيك تزيد كل ما الاتش توتال هتزيد، كل ما الباور تزيد، ودي الحاله الاكثر في الايه؟ الاكثر الحاله الحرجه يعني او الكريتيكال. يبقى دي اللي ايه اللي اشتغل عليها كده. يبقى احنا خلصنا شرح الشور انتيك، وفضل لنا ان شاء الله نشرح جزء البايب انتيك، وهنشرح مساله على كل نوع ان شاء الله في الايه في السكشن. اتمنى تذاكروا الجزء ده كويس، ولو عندكم اسئله تسالوني فيها المره الجايه او تبعتولي على الواتس ما عنديش مشكله. شكرا والسلام عليكم.